هذا مو هات التيب السكس سيفن رايت تو ليفت ماشي رايت كمان اسس دي ليفت وبي رايت هاي بدون تيب هم بي كيرف بالهاندل بريمولرز ليفت ورايت تشتغل اثنينات هذي ستريت يسموها ستريت فور سيبس أبر من الكنان للكنان هذول اثنين نفس الهاندل يشابهون واحدة مطبوقة واحدة مو مطبوقة المطبوقة أبر تيند روتس والمطبوقة أبر ايت شرح مكان هذول 3 فورسبس يختلفون بس بالبيك باقي الامور كلها مشابهه واحده مطبوقه اول ذا لور تيند روتس ولور انتيرير تيث واحده ما مطبوقه وبدون تيب لور بريمولرز واحده ما مطبوقه ودبل تيب هذا تيب وهذا تيب لور 6 و 7 وذول الثلاث فورسبسات بوحدهم للور 8 ثلاث فورسبسات للور 8 هذول يشابهون ولا تشبه الثانيه الفرق فقط بالتب هنا اكو دبل تب هنا ماكو دبل تب لور 8 وهاي بيها ثلاث زوايا هاي زاويه هاي الثانيه هاي الثالثه لور 8 امريكان فورسبس يعني من اجيب لك سؤال شو اسمها هذه مو تقول بون كتر تقول رونجير بين قوسين بون كتر يوز فور كاتينج اوف ذا بون تمام نجي على ثاني اله ثاني اله وثالث آلة ورابع آلة تتشابه كلها مثل المقص كلها مثل المقص بس كل واحدة لها وظيفة وكل واحدة لها اسم هذا مقص حقيقي اسمه سيزر شو اسمه؟ سيزر شو اسمه هذا بابا؟ اسمه سيزر فهذا السيزر اكو بعدة اشكال عليكم السلام بابا اكو عدل اكو شوية بقوس اكو عريض اكو قصيف اكو طويل اكو ناعم اكو اكثر من هذا بعد شلون ما يكون شكله شلون ما يكون وظيفته نفسه شو اسمه سيزر واسمه نفسه تمام هذا ما يشبه المقص بس بيلوك شنو بي بيلوك يطبق يقفل تمام هذا لازمته بهاي الطريقه ما يصير نزمه بغير طريقه هذول الاصبعين هذا الاصبع وهذا الاصبع الميدل والثامب ميدل والثامب ونجيب الاندكس مساعد لهم حتى نقدر نقفل ونفتح ونقفل ونفتح يعني ما نلزمه هيك شيء مثل المقص مال الاشجار بايدينا الاثنين تمام تمام بابا هذا العدل يسموه نيدل هولدر في يسموه نيدل هولدر في يسموه هذا بابا نيدل هولدر هذا المقوس النازل يشبه هذا هم بيلوك وهم يمزم بس ما يسموه نيدل هولدر في يسموه موسكيتو فورسبس في يسموه موسكيتو فورسبس تمام تمام ابني زين فهسه نرجع اليوم ذول الاربع على السريع رونجير اوربون كتر سيزر نيدل هولدر موسكيتو فورسبس تمام زين هذا ميوكو بيريوستيال ريتراكتر والليفيتر شايفين ميوكو بيريوستيال ريتراكتر تمام هذا البون فاير اللي بيه هذا شكل عريض وهذا شكل ناعم وهذا شكل شوي اطول وهذا هيك وهذا شلون ما يكون شكله هو مبرد اذا تمشين هو بون فايل يوز فور بون سموثنينج اور بون فايلينج تمام هذا تويزر ملقط تمام بابا هذا اسمه ملت ملت اور هامر هذا نشوفه وين يشتغل بي تمام بابا هذا مثل خاشوقه مثل خاشوقة يسموه كيوريت used for curation مثل خاشوقة يسموه كيوريت used for curation يعني إزالة تشيل بي هذا ابني تشيل بي هذا تشيل بي سيست تشيل بي جرانيلوما تنظف بي سوكت تشيل بي فراغمنتس اوف توث تمام ابني يعني تنظف في داخل السوكت او في داخل البول تمام بس هذا الشكل ما تشوفون غيره اسمه كيوريت داخل مالته مقعر تمام ابني هسه عندنا ما بيحجامه هسه عندنا هذا يسموه سيرجيكال سلك
شو يسموه؟ سيرجيكال سلك. هذا الغلاف مالته بهذا الشكل سيرجيكال سلك، تمام؟ هذا السلك of the surgical silk وهذا النيدل of the surgical silk. هذا surgical silk used for suturing، يعني هذا السلك نستعمله للخياط. هذا النيدل of the surgical silk، تمام ابني؟ اكو اشكال هنا؟ ماكو اشكال هنا. هسه اكو عندنا باقي اخر two instruments of the surgical silk. سيزر انقص بي سيرجيكال سلك، انقص بي 6 شهور. نيدل هولدر تو هاندل ذا نيدل اوف ذا سيرجيكال سلك. موسكيتو فورسبس اللي تشوف فورسبس. رتراكتر تعرفي، هذا انقص بي بون، هذا نستعمله ويتشز المرات يكسرون بي بون او يشيلون بي سن يسوون بي سيباريشن، بس ما نستعمله احنا. هذا ينعم العظم، كذلك هذا كيوريشن فور كيوريت. تمام؟ تمام. هسه عندنا بقت الشفره اللي هي البليد. سيرجيكال بليد شو اسمها؟ سيرجيكال بليد. سيرجيكال بليد الشفره شو اسمها؟ سيرجيكال بليد. وقعدنا الهاندل مال الشفره اللي هو اسمه السكالبل، شو اسمه؟ سكالبل. هذا بي جهتين، جهه عدله ملسه وجهه بها مثلث تراينجل. الجهه العدله ما نستخدمها، نجي المثلث على المثلث. هيك ما يقعد، لازم ينقلب هيك. تمام بابا؟ نجي هذا بي سكه وهذا بي سلايد، هذا يقعد ببطنه. اوكي بابا؟ one flap used to doing flap or cutting soft tissue. تمام بابا؟ تمام ابني؟ اكو اكو مشكال؟ كله فاهمين؟ صوروها وتعرفوا عليها وكملوا وتوكلوا بالله. السلام.